صافا لاباس عليك؟ صباح مزيان؟ بخير الحمد لله. رفع صوتك شويه باش نسمعوك صرا عافاك. اي ان شاء الله. ايه مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. شنو ما مزوجش انت ياك ولا مزوج؟ مزوج ولا لا؟ مازال على الله؟ مازال كتقلب على بنت الناس؟ ياك؟ الله يستر لك، الله يفرحك. ها؟ خاطب ولكن مازال ما تزوجتيش. الله يكمل بالخير. مزيان. كتخدم خدام؟ كتخدم؟ مراتك ان شاء الله المستقبليه باغيها تجلس في الدار ولا؟ تريح ما تخدمش. انت اللي تخدم عليها؟ لا ما هي تبغي تريح. يعني تجلسها تجلسها من الخدمه. انت اللي خصك تخدم ياك؟ اللي خصني نخدم، ليس اخوة من النساء. اي بما انفق. بلاتي نبداو نتسناو شويه ونبدا، اوكي؟ ما بديتش. اذا مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء. واليوم معنا واحد السيد اللي قبيله راه قال لي انا عازم، زعما مازال ما متزوجش ولكن دابا كيقول لي بانه خاطب. الله يكمل بالخير. هذا السيد هذا كيبقى فيه الحال بزاف ملي كيشوف رجال جالسين في الدار والعيالات كيخرجوا هما اللي كيشمروا على على دراعهم وكيخرجوا يضربوا تماره وهما اللي كيتكرفصوا باش يجيو يصرفوا على رجالاتهم. انت شنو ممكن تقول لنا على هذا الموضوع سيدي؟ الموضوع هذا يعني بالنسبه للرجال اللي تيخليو عيالاتهم باش يخدموا، تعتبرهم انا ما عنديش حس الرجوله. نورمالمون يعني الراجل هو اللي خصو يخدم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرجال قوامون على النساء. شنو هي؟ الرجال قوامون على النساء. حديث ولا آية؟ حديث هذا ماشي آية. آية قرآنية هذه. آية قرآنية. آية قرآنية، المهم. الرجال قوامون على النساء بما انفق. اها كيفاش كتجيك انت هاد الظاهره اللي ولينا كنشوفوها؟ وهاد الظاهره اللي كنشوفوها يعني كاين بزاف العوامل اهمها. اما الراجل الا كان ما خدامش عنده اسباب علاش ما خدامش. ربما يكون خدام ينفق على مرتو، يقدر يخرج من الخدمه، يقدر تعسف ماشي، ولكن هذا ما تيمنعش انه خصو يخدم. خصو يخدم ماشي حتى التعاون مزيان. يعني والمراه حيت المراه تخلقات للبيت ما تخلقاش للعمل. الرجل هو اللي تخلق للخدمه. يعني الرجل هو اللي تخلق باش يضرب تماره ويخدم ويدمر وهكا والمراه يعني في الدار. ولكن دابا سبحان الله في الواقع ديالنا ما كنشوفوش هذا الشيء هو اللي كنشوفو، كنشوفو حوايج واحده اخرى. كنشوفو بان الرجال والفراحه ماشي كل شيء، انا ما كنعممش طبعا باش ما يتفهمش ما تفهمش الهضره ديالي غلط. كاين رجال اللي كيخدموا على راسهم على وليداتهم على هز المسؤوليه، وكاين للاسف اللي ولينا كنشوفوا هو ان الرجال البعض منهم ما قادرينش يهزوا المسؤوليه، وبالتالي كيولوا عيالاتهم اللي كيخدموا. حيت هذا الوقت ديال دابا بكري كانوا الناس كانت المراه كتصبر والراجل يعني يد مسؤوليه. دابا هاد الوقت هادي كنشوفوا يعني الراجل ما قادش على المسؤوليه والبنات ما بقاوش كيصبروا. هذا هو السبب علاش كيوصل لعدم تفاهم وكيوصل الطلاق وكيوصل المشاكل وكيوصل بزاف الحوايج. كاين بعض الناس اللي تيكون مثلا كاين واحد الانسجام مع الزوجه ديالو ماشي تيكونوا خدامين زوج يعني كتجي واحد الموفمون ولا تيكون هو مثلا يعني كيمشي. حنا ما كنهضروش على الرجال اللي عندهم اسيدي الاعذار باش انهم كيجلسوا، حنا كنهضروا على رجال اللي ما عندهم حتى شي اعذار وجالسين. انت واش كيعجبك الحال؟ لا ما تعجبنيش. كيفاش كيجيك انت هذا المنظر بحال هكا؟ راس الاول تكون فيه النفس ديال الرجوله هو اللي خصو يخدم. يعني من بكري انا كنعرفوا يعني بحال حنا دابا مثلا بكري كنشوف الرجال وكل شيء غير تيريحوا في الديور. دابا تقلبات الايه ولينا تنشوفوا العيال تيخدموا الرجال تيبركوا. وكيفاش كتجيك هاد الظاهره زوينه عجباتك؟ ما عجبتنيش كذب عليك. شنو ممكن تقول؟ ممكن تقول لنا عليها؟ اللي ممكن نقول لك انا الناس الرجال هادو يعني مي تكون فيهم شويه ديال الغيره ديال الرجوله وتكون فيهم نفس ويتحركوا ويخدموا ما يخليش المراه تخدم. هو باش عرفت المراه مثلا خدامه ياك؟ لا كتجي ما خداماش مثلا كتقول لي غادي نخدموا كتمشي شي بلاصه اخرى. خص عرف المصدر ديال الفلوس اللي كتجي منين كاين ولا لا؟ اييه هو اللي بغيت نقول لك.
يعني ما كيعجبكش انت الحال؟ ما كيعجبنيش الحال. انت تبغي تجلس في الدار وتخلي مراتك هي اللي تخدم؟ لا ما نقبلهاش انا. علاش؟ علاش ما تبغيهاش؟ عادي وقيلا لا؟ لا ماشي عادي. علاش ماشي عادي؟ انا بحال كنت كوينت تاعي النهار الاول يعني ضربت تماره بقيت كنضرب تماره. ما تخليش مراتك تخرج؟ لا ما تخدم. ما يعني شنو تبغي تقول؟ يعني نقول لك علاش ما تبغيش مرتي ما تبغيش تخدم علاش؟ ما تقدرش الخدمه سمعتيني؟ كاين يقدر يكون تحرش ماشي كاين مسالة كاين بزاف د الحوايج يلاه ما تريح في الدار احسن. يعني تجلس في الدار انت كتخاف على مراتك كتغير عليها ما تقدرش؟ على ما نمشي مرتي راه مرتي راه النص الاخر ديالي يعني شي يعني الا قسمت راسي على جوج ماشي هاد النص هاد النص هي المرا وهاد النص هو انا يعني ما ترضاهاش الراس انا ما نقدرش نفرق في النص ديالي هي مرتي بحال ما تقدرش تفرق في النص ديالها يعني كاين واحد الانسجام كيما تيقولوهم بيني وبينك اييه شنو تبغي تقول لنا للشباب اللي كيخليو عيالاتهم كيخليو عيالاتهم يخرجوا للزنقه وما كيمشيو ينعسوا في الدار؟ لا ما قبلهاش حتى هو خصو يهرب بشويه ويتحرك ما يبقاش فيها. كيفاش كتبقى تشوف فيه انت؟ كنشوف فيه بواحد النظريه الحشيقه. علاش؟ هو خصو يتحرك يبغى مرة تخدم عليه انا ما رضاش مرة تخدم عليه. الله اعلم. ما رضاش مرة تخدم عليه. يتقلقوا ولا يقولوا لي بغاو انا ما شخصيا على نفسي على راسي كنهضر. يعني ما يعجبكش الحال؟ ما يعجبنيش الحال بتاتا وانت اخر. الرسالة اللي تبغي توجهها لهم؟ الرسالة اللي نوجهها لهم الله يهديهم ونتمنى من الشباب يدير عقله شوية ويخدم سماشيني. حتى لما ما خدامش يبيع ويشري سماشيني. ماشي خدمة هي كلشي، ما يخدمش يبيع ويشري الله ما يدير سماشيني خصو يتحرك. خصو يكون ديناميك ويتحرك سماشيني. يكون اكتيف. راه داك الخمول وداكشي كيعكز الانسان كان كيف ياخذ على الاقل يمشي يبيع ويشري ويتحرك ولا هذا كيبقى كيبقى ديما اكتيف. اذا مشاهدينا كيف ما تبعتوا معايا في هذا اللايف هذا هذا السيد ما عاجبوش الحال وسخط على 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 الدراري وعلى الشباب اللي كيخليو عيالاتهم انهم يخرجوا يخدموا وهما كينعسوا. حنا في موضوعنا دابا مشاهدينا ما كنهضروش على الناس اللي كيتعاونوا يعني رجل المرأة اللي كيتعاونوا كيخدموا بجوج هذيك حاجه ضروريه في الحياه في المجتمع ديالنا. مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيتعاونوا كيف تخلقات عندها جوج يدين ياك اييه اذا كنت تعاون حتى الجوجين كيصفقوا تجي وحده كتسرفق اذا كانت تبقى عندها جوج يدين هو كيهز من يد وهي كتهز من يد باش كيبقى واحد التوازن اييه حيت الى 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 هز الى الى كانت هز هز هي هز غير واحد هز هي وشويه الحمل شويه الميكرو سي ديالك كيولي ثقيل على كان هو مثلا الى 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 هز الى هز هو بزاف ماشي هو هز شويه الحمل كيولي ثقيل عليه يعني التعاون وغيكون واحد التعاون بيناتهم. اذا المشاهدين بعد ما تبعتوا معايا هذا اللايف هذا وصلنا لنهايه هذا اللايف هذا ان شاء الله نلقاكم في موضوع اخر وفي بث مباشر اخر. إلى اللقاء.